بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وما أجمل الحديث عن القرآن الكريم وذكر ما يتعلق به من علوم ومسائل، فإن القرآن الكريم بركة، وكل ما يتعلق به مما يعين على الانتفاع به بركة للإنسان في عمره وفي وقته. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. ولا يزال الحديث موصولا عن سور القرآن الكريم، وقد تكلمنا في الدرس السابق عن سور القرآن الكريم من عدة مسائل. كانت المسألة الأولى تعريف السورة، وأنها المنزلة الشريفة ومأخوذة من الارتفاع والإحاطة. ثم عدد سور القرآن، وأنها 114 سورة. ثم تكلمنا عن فوائد معرفة السور، أو على الوجه الدقيق يعني فوائد تسوير القرآن، أو فوائد جعل القرآن سورا متعددة. نواصل الحديث عن مسائل تتعلق بسور القرآن الكريم، فنتكلم عن مسألة أسماء سور القرآن الكريم. كما نعلم بأن أسماء القرآن الكريم بأن سور القرآن الكريم لها أسماء، فكل سورة لها اسم معروف الآن موجود في المصحف. الأسماء التي نعرفها لسور القرآن الكريم، بعضها لا شك في ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام، حيث ثبتت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها تسمية لعديد أو لبعض سور القرآن الكريم. وهناك سور لا نعرف يعني حديثا واضحا في تسميتها بهذا الاسم، لكن المعروف أن الصحابة رضي الله عنهم إنما سموها بهذا الاسم لأنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، أو علموه منه، أو لأنهم يعني أخذوا منهجا من النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية السور. لعلنا نقف مع أسماء سور القرآن الكريم من خلال بعض التنبيهات والمسائل، وسوف يكون الحديث عن أسماء سور القرآن الكريم من خلال ما أورده أصحاب الموسوعة القرآنية المتخصصة التي سبق أن نبهنا عليها وبينا أنها من أهم كتب علوم القرآن وأفضلها. وكما يعني ترون وتسمعون في عدد من هذه الدروس، أننا نحرص على النقل من هذه الكتب وأن نأخذ بعض المسائل منها، لأن من أهدافنا في هذه الدروس إضافة إلى بيان هذه المسائل والموضوعات التعريف بالكتب، حتى يسهل على المستمع لهذه اللقاءات والمشاهد لها أن يعود إلى هذه الكتب للإفادة منها إذا لم نعطي الموضوع حقه أو لم يتضح له الأمر من خلال هذه الدروس المسموعة والمشاهدة. طبعا هذه الموسوعة مهمة، ولعلنا نقف على الموضوع الذي معنا من خلال هذه الموسوعة. في مسألة أسماء السور كما تشاهدونها عندكم في اليمين في فهرس الموسوعة، أولا بدأ بأسماء السور سر التسمية. يقول الدكتور عبد البديع: ذهب جل علماء علوم القرآن إلى أن تسمية سور القرآن إنما كانت على نسق تسمية العرب لقصائدهم ونحوها. يعني سر التسمية، يقول الدكتور عبد البديع في الموسوعة هنا: ذهب جل علماء علوم القرآن إلى أن تسمية سور القرآن الكريم إنما كان على نسق تسمية العرب لقصائدهم ونحوها. فيقول الإمام الزركشي، ونقل عن الزركشي في علوم القرآن: ينبغي النظر في وجه اختصاص كل سورة بما سميت به. ثم قال: والكلام للزركشي كما ينقل عنه صاحب هذا الموضوع في الموسوعة: ولا شك أن العرب تراعي في الكثير من المسميات أخذ أسمائها من نادر أو مستغرب يكون في الشيء من خلق أو صفة تخصه أو صفة تكون معه أحكم أو أكثر أو أسبق لإدراك الرائي للمسمى، ويسمون الجملة من الكلام أو القصيدة الطويلة بما هو أشهر فيها. وعلى ذلك جرت أسماء سور الكتاب العزيز. نلاحظ أنه يقول إن السر في تسمية السور بهذه الأسماء هو أنها جرت على عادة العرب في تسمية قصائدهم وكتاباتهم باسم معين يؤخذ من شيء في هذا المكتوب أو القصيدة. ثم يقول: وعلى ذلك جرت أسماء سور الكتاب العزيز كتسمية سورة البقرة بهذا الاسم لقرينة ذكر قصة البقرة المذكورة فيها وعجيب الحكمة فيها. وسميت سورة النساء بهذا الاسم لما تردد فيها من كثير من أحكام النساء، وهذا الكلام في البرهان
للزركشي. يقول الدكتور عبد البديع: أقول بل إن الأمر على خلاف ذلك، يعني أنه يستدرك على الزركشي سر التسمية وأنها على طريقة العرب. فيقول: ويعرف هذا بتدبر اسم السورة الذي عرفت به، وتلمس المناسبة بينه وبين كل موضوع من موضوعات السورة، فيبدو جليا أن أسماء السور لها أسرارها الحكيمة، مما يدل على حكمة منزل القرآن، ويشير إلى المناسبة اللطيفة بين اسم السورة وجميع موضوعاتها. أما ما ذهبوا إليه من محاكاة عادة العرب في تسميتهم، فإنه يجعل الاسم عنوانا على موضوعه فقط لا على السورة كلها، لأن السورة تشتمل على موضوعات. أو كما يقول أهل التصنيف: إنه يجعل الاسم أخص من المسمى، ونحن نعلم أن السورة تشتمل على أشياء كثيرة وتسمى بشيء فيها. فيقول: فما معنى تخصيص سورة البقرة بهذا الاسم وقد ذكر فيها على سبيل المثال هاروت وماروت، تحويل القبلة والقصاص والصيام والإلاء والرضاء والتحريم، التحريم الصريح للربا كله وآية الدين، بما لم يذكر في سورة أخرى، ولم توسم السورة بشيء من هذا كله، رغم أن ذكر شيء من ذلك عنوانا على السورة أشرف من ذكر كلمة البقرة، يعني من حيث النظر العقلي فقط، لولا أن لله الحكمة البالغة في تخصيص التسمية بهذا الاسم. ثم يقول: بدأ منها، يعني بدأ من التسمية بهذه السورة بالبقرة، أن نكول بني إسرائيل عن طاعة الله تعالى ورسوله موسى عليه السلام ظهر بأقبح صوره وأغرب مناظره في قصة أمرهم في قصة أمرهم بذبح بقرة. وحين يدور المتفكر بهذا العنوان أكول بني إسرائيل عن أمر الله ورسالته على كل جزء من السورة يجد له ظلا يتفيأ بين جنبات السورة. يمكن أن أقول بإيضاح أكثر أو أوسع بأن قصة البقرة مثلا في، وهذا محل بحث مهم جدا لطلاب العلم أن يتأملوا في أسماء السور ودلالاتها وعلاقتها بموضوع السورة. سورة البقرة من أوائل السور في ترتيب المصحف، هي ثاني سورة ومن أوائل ما نزل في المدينة في بداية تكوين المجتمع المسلم. فذكر هذه السورة التي تبين صورة قبيحة لبني إسرائيل حيث كانوا يردون أوامر الله سبحانه وتعالى التي يأتي بها الرسول موسى عليه السلام، ويجادلون ويتلكؤون، فكأن في هذه السورة تقبيحا لهذا الأمر من بني إسرائيل حتى لا يقع المسلمون في هذه القضية التي لا تليق بالمؤمنين الصادقين. ولذلك المؤمنون الصادقون كما في سورة البقرة في آخرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، على طول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالتأمل في هذه الأسرار يجعلنا نعرف الموضوع الرئيسي للسورة، وأنها اشتملت على الكثير من الأحكام كما هو معلوم. فسورة البقرة من أكثر السور، إن لم تكن أكثر السور اشتمالا للأحكام والأوامر والنواهي، فينبغي أن تتلقى بمنهج ليس كمنهج بني إسرائيل في التلكؤ، وإنما بمنهج صحيح هو منهج الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين الصادقين، وهو التلقي والقبول والمبادرة إلى الطاعة. هذا ما يتعلق بسر تسمية السور، وأن لله سبحانه وتعالى حكمة بينة بالغة في هذه التسميات، ويمكن تلمس هذه الحكم من خلال النظر والتفكر في أسماء السور وربط ذلك بموضوعاتها. ثم عقدوا فصلا ونختم به في تعدد أسماء السورة، أو مبحثا عنوانا، يقول: قد يكون للسورة اسم واحد وهو كثير، وهذا الأكثر، وقد يكون لها أكثر من اسم، كسورة البقرة يقال لها فصلات القرآن لعظمها وبهائها، ويقال لها سورة النساء العظمى لما اشتملت عليه من أحكام النساء، وكسورة المائدة. سورة النساء، لعل الأقرب أن سورة النساء من أسمائها سورة النساء العظمى لما اشتملت عليه من أحكام النساء، وكسورة المائدة يقال لها سورة العقود والمنقبة، وسورة براءة لها أكثر من تسمية، سورة التوبة الفاضحة الحافرة العذاب المقشقشة البحوث المبعثرة. قال الزركشي: وينبغي البحث عن تعداد الأسامي، هل هو توقيفي أو بما يظهر من المناسبات، فإن كان الثاني فلن يعدم الفطن أن يستخرج من كل سورة معاني كثيرة تقتضي اشتقاق أسمائها، وهو بعيد، يعني أن الأمر ليس بالاجتهاد وإنما هو بالتوقيف أو بنقل الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال: قلت بل هذا من قبيل ما يظهر من المناسبات وليس على سبيل التسمية في الغالب الأعم، بل هو من قبيل الوصف أو الإشارة إلى خصوص معين. طبعا هناك سور مثل سورة غافر تسمى المؤمن، تسمى سورة الطول، سورة الإسراء تسمى سورة بني إسرائيل،
وغير ذلك، لكن الغالب أنه أنها تشتهر باسم أو اسمين، وقد تلد هذه الأسماء كلها في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام. لعلنا نقف عند هذه المسألة ونواصل إن شاء الله الحديث عن السور القرآن في مباحث السور في اللقاء القادم، وسيبقى علينا بعض الأشياء المتعلقة بالسور، وأهم مسألة هي مسألة ترتيب سور القرآن الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.